سلام، أنا ياسر الغسلان وهذه حلقة جديدة من التعديل الأول. اليوم حتكلم مع ضيف متخصص في قضايا تحليل الصراعات وحل النزاعات، وهو الزميل وليد عبد الجواد. نتكلم اليوم عن أهم القضايا المرتبطة بكورونا من الناحية السياسية في أمريكا، وأهم العناوين اللي حركت الأجواء السياسية خلال الأسبوع اللي فات، وإيش هي التوقعات المستقبلية في الجانب السياسي وعلاقته مع كورونا في الانتخابات القادمة وفي حضور ترامب في الانتخابات، زائد محاولة يعني قراءة الجو العام على المستوى المواطن الأمريكي فيما يتعلق بهذه الأزمة اللي تمر فيها أمريكا ويمر فيها العالم. وأترككم مع اللقاء، إن شاء الله أن يكون في فائدة ومعلومة جديدة. طيب وليد، اولا اهلا وسهلا فيك معي في هذه الحلقه المتجدده من التعديل الاول، واللي نبغى نتكلم فيها عن طبعا قضيه الساعه اللي هي كورونا، ولكن تحديدا من الجانب الخاص بامريكا وتجاذباتها السياسيه والامور اللي لها علاقه ب يعني الانتخابات والامور المرتبطه بطريقه اللي ادار فيها ترامب الأزمة حتى الآن. فأهلا وسهلا فيك، ومتأكد أنه طبعا إضافتك حتكون كبير، خصوصا أنك أنت يعني متخصص في قضايا يعني حل النزاعات والأمور المرتبطة بال يعني بالكرايسيس وما إلى ذلك، فنظرتك أكيد حتكون لها إضافة. بس أبدأ أسألك في البداية، أنه الصورة اليوم الحقيقية فيما يتعلق بكورونا في أمريكا، أنت في رأيك كيف تجاوبت الإدارة مع الأزمة من بدايتها؟ شكراً لاستضافتك، أنا سعيد خاصة في أني في عزل منزلي لوحدي، ما عندي العائلة، فسعيد جداً برؤيتك. أهم شيء أنا حلقت مخصوص عشان كويس. حلو. طبعاً ردة الفعل الإدارة كان ضعيف ومتأخر. طبعا هناك عديد من القوى التي تشكل ردة الفعل، خاصة بما يتعلق بترامب. ترامب عنده أولوياته في السياسة الأمريكية، وهي محددة في إعادة انتخابه بشكل أوحد من خلال وجود وضع اقتصادي جيد. فعلى بهذه المعطيات حاول أن يستسهل ويهمش قضية كورونا، بحيث أصبحت بالفعل مشكلة كبيرة. والآن كما تشاهد هو بيحاول أنه يقلل من مسؤوليته ويتعامل معها كأنه خارج وضع المسؤولية، ويلقي بالتهم على الكثيرين. بس اليوم احنا نشوف انه الاعداد تصاعدت بشكل خيالي، يعني اليوم امريكا وصلت الى المركز الاول يعني على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات، وهذا الشيء يعني تجاوزت الصين وتجاوزت ايطاليا يعني المعدلات، ورغم انه اليوم نعرف انه الامكانيات المتاحه للفحص عن الحالات لا زالت دون المعدلات المطلوبة حتى على مستوى متطلبات الولايات نفسها. سو أنت في رأيك تشوف أن الموضوع اليوم، هل الأرقام هذه هي الأرقام الحقيقية، ولا الأرقام فقط يعني اللي يعني استطاعت السلطات المحلية والفيدرالية أنها تكشفها؟ يعني هل الأرقام فعلا أكبر مما يتكلمون عنه؟ بالتأكيد الأرقام أكبر، جسمي بدون ما يكون عنده الواحد ديجري في الطب ولا في الإحصاء، إذا كانت بتزيد بشكل متسارع بهذا الشكل في عدم وجود عدد الاختبار بالشكل المطلوب على حد قول المختصين 150 ألف في اليوم، والمتوفر حاليا والذي بيقوم به 65 ألف على أقل من النص. نعم. الناس اللي عندهم المرض أو حاملين المرض وما عندهم أعراضه ولا يمكن تشخيصهم كثيرين أكبر من ذلك، وبيقوموا بنشر المرض في كل حتة.
فاحنا على عتبات كارثيه في امريكا. طيب انا اظن كمان انه قد يكون واحده من المشاكل اللي يعني جعلت الاداره الحاليه تواجه هذه الازمه يمكن شيء له علاقه بالتجاذبات السياسيه. اليوم نعرف احنا انه مثلا ترامب واقع بين يعني جناح الاقتصاديين من جهه وجناح الاطباء والعلماء من جهه اخرى. ضف على ذلك التجاذبات الحزبية و يعني خلينا نسميها علاقة الولايات نفسها بالحكومة الفيدرالية. هذه اللعبة السياسية اليوم أنا أشوف أنه يمكن ترامب واقع فيها لطبيعة النظام الأمريكي. هذا واحد، يعني أي أزمة مرت بتاريخ أمريكا أو أي مشكلة تواجه أمريكا دائما في هذه التجاذبات السياسية. ولكن اليوم نشوف انه في محاوله لتحييدها. ترامب يعني عامل شويه تخفيف من اللهجه، ولكن رغم كذا لا زال في لعب سياسي اثر على الاقل في مرحله البدايه. يعني هذا يعيدني النقطه اللي انت ذكرتها، انه ليش ترامب في البدايه هون المساله، يعني ربما هون المساله في البدايه اعتقادا منه هو انه هو ممكن يعني يخلي هذه المشكلة تروح. وهذا خليني أسألك سؤال، أنت في رأيك حتى الآن ترامب كرئيس كيف تعامل مع الأزمة إلى اليوم، على الأقل من ناحية تخفيف حدتها على العقل الباطن أو العقل الجمعي للمجتمع؟ كيف شفت ترامب أدارها من الناحية النفسية؟ انت قلت كلام مهم، انه في جناح حزبي وجناح طبي، والجناح الاكبر اللي يهمه اللي هو جناح اعاده الانتخاب لترامب. انا هذا اعتقادي، اعتقد انه هذه هي القضيه الاساسيه بالنسبه له. فكل ما اللي يعمله ترامب عشان يحاول انه يعيد انتخابه، خاصه انه هذه الفتره الانتخابيه خلاص على العتاب، عندك في نوفمبر وما لا يمكن تغييرها. اللي بيحصل الآن حيكون الفاصل في البورينج التصويت يجي نوفمبر. لكن انت شايف معايا انه قراراته السياسيه، حصل هذا القرار بعد اجتماعه يوم امس مع 50 حاكم ولايه، كان انه القرار اللي أعطيكم حرية التعامل مع الوباء. أنا استشفيت منها إنه محاولة لوضع المسؤولية على هذول الحكام، تفكيك تشتيت المسؤولية من صناعة القرار في واشنطن إلى العاصمة اللي داخل كل ولاية. يعني أنت قصدك إنه هو يبغى يعني نوعا ما يستخدم هذه المشكلة أو هذه الآلية، بحيث إنه لو فشلت الجهود في خلال الفترة الثانية، يقول في حملة انتخابية إنه أنا أعطيت مسؤولية للناس في إدارة ولاياتهم وهم اللي فشلوا. يعني هي كأنها استباق لفشل متوقع. يا كأنه تمكين، right؟ تمكينهم هم، لكن في الأخير هل في إمكانية لتجنب تفشي الوباء؟ صعبة. يعني كل اللي بيقولوه، حتى فاوتشي اللي هو أكثر إنسان، دكتور فاوتشي اللي هو أكثر إنسان موثوق فيه في أمريكا الآن، اللي بيعطينا المعلومات عن فعلا الوباء وفين وضعه، ما بيقول لنا كلام إنه حتكون أسهل ولا أحسن من تصورنا، بل بيقول إنه شكلها حتكون أسوأ. فانت حتى في ظل هذه المعطيات، من الصعب ان الواحد يشوف ترامب، غير انه بيحاول ياخذ يعني جانب ويبعد نفسه، يعمل ديستانس بينه وبين مسافه بينه وبين الفشل اللي متوقع. طيب في هالجزئيه كمان نشوف احنا نيويورك كمثال، ونشوف تكساس كم يعني كمثال اخر. النظام السياسي الموجود في تكساس تاريخيا كان يعطي دائما، وانت يورا تكستن فانت عارف كويس تكساس كيف،
الحكم الولايات والمقاطعات أكثر تدخلا في إدارة شؤون أعمالهم نفسهم كولايات من نيويورك ومقاطعة نيويورك. يعني نيويورك الأزمة عندها مرة كبيرة، وكومو قال وطلب تدخل الحكومة. تكساس إلى الآن تعتبر يعني من أكثر الولايات المتوقع تضررها اقتصاديا، وفي عندها حالات كمان مستشرة كبيرة، خصوصا مع الولايات اللي جنبها كمان هي فلوريدا وغير، لكن لا زال الإدارة المحلية هي المسيطرة. أنت إيش تفسر هذا الشيء؟ ليش تكساس إلى الآن هي اللي مسيطرة على الوضع وهي اللي تقرر كيف تمشي الأمور، وليش نيويورك اليوم لا تقريبا الحكومة الفيدرالية هي اللي متصدرة مسألة الإنقاذ؟ وعندك أنت يعتمد على الحاكم بشكل خاص. الحاكم في كومو بيطلب من الحكومة الفيدرالية resources، مصاري. وخاصة أنه عندك أنت إشكالية أنه ترامب من نيويورك، فعندك هذه الرابط هذا بيعطي حتى كومو إمكانية أكبر أنه يحاول أنه يعني أنت من أهل، أيوه ضغط، أنت من أهل كيف ما بتعطينا اللي إحنا نحتاجه. وفعلا نيويورك هي أكثر متضرر حتى الآن، هي البوابة إلى أمريكا. بس الستيمولس اللي اعتمد طلع كومو قبل يومين اعتقد وقال انه نيويورك ما استفادت شيء. يعني اظن التوتال المرصود لنيويورك 3.48 اظن بليون لانقاذ الولايه، و 1.3 اظن لمدينه نيويورك. يقول هذه الارقام يعني ما تسوي لنا شيء. هل انت تشوف هذه كمان جزء من الحرب الحزبيه بحكم انه كومو يعني ديمقراطي مقابل رئيس جمهوري؟ يعني طبعا على الاقل حتى لو كان عندك انت الحزبيه هي المحدد الاساسي، ولكن حتى داخل الحزب انت شايف امس ترامب لما طلع قال انه كل هذول الحكام معانا، حكام الولايات، واللي بيحصل في الكونغرس بخصوص المساعدات التحفيزيه اللي هو 2 تريليون كلهم أكيد حيصوتوا لها، إلا عندك واحد شخص بيحاول يعمل نفسه موقف، هو بيقصد هنا واحد من الحزب الجمهوري ماسي توماس ماسي. فعندك أنت مستعد حتى الحزبية إذا ما كان عندك الولاء كامل لترامب، لأنه ترامب يعتمد على حزبيته في إعادة انتخابه وفي تغييراته وفي وضع قراراته، فهو ما عنده أي مجال إنه يصبر أو إنه يستهين بأي شخص يحاول إنه يعرقل الأشياء اللي هو بيسويها. خلينا بدون ما أطلع على بس بسرعة كده. كان في تواصل بين الحزب الجمهوري على حزبة المساعدات، اتصلوا بترامب يقولوا له ايش رايك احنا حنعطي هذول خطوط شركات الطيران هذه مساعدات وكقرض ولا كمساعدات مسموحة؟ انتوا قرروا بس خلصوني. لكن هذا هو يعني بما معناه انه هو في الاخير أنا ما بأخذ موقف، أنا أبغى في الأخير قرارات هذه تبين إنه إحنا كالبيت الأبيض بيأخذ قرارات من أجل التعامل مع الوباء بشكل فعال. لأنه عندك هنا وضع ترامب إنه الآن الشعب معه لأنه هو قائد. الإنسان لما يكون عنده مشاكل مع الحاكم في أمريكا أو حتى بغيرها عموما، لكن هنا في نوع من المؤازرة. It's like okay، حتى ال polling حق ترامب اللي طلع مؤخرا بيقول إنه الناس إنه حوالي 60% يقول إنه ترامب كان بطيء في تعامله مع الأزمة. في إطار بيونك ذكرت البولينج هنا، كان النقطة اللي كنت أبغى يعني ناقشها كمان هي أنه يعني واحدة من الأمور المستغربة حتى الآن
انه ترامب طبعا هذا هو مستغرب لانه رغم وجود الازمه الا انه الابروفل ريتنج لترامب وصل مثلا البارح الى معدل يعني قياسي اعتقد وصل ل 44.5 او شيء من القبيل، وهذا المعدل ما كان عنده الا بعد ما صار رئيس مباشره. يعني اعتقد في مارس كان هالرقم قريب من ارقام مارس 2017، واعتقد يفصل 1% من الرقم اللي حققه لما صار رئيس. سو اليوم ايش هي المبررات اللي تجعل الناس، وهذا السؤال انا انقله لانه انسالت هذا السؤال وناس اثارت يعني علامه استفهام حول ايش هي الاسباب اللي دعت انه الان يكون في هذا الشعور العام بالرضا، خصوصا انه على ارض الواقع things are going from bad to worse. اوكي، فيما يتعلق بكورونا اقتصاديا الان الستيمولس برضو الى الان يعني ما كان له ريفلكشن حقيقي في كثير من الولايات المهمه اقتصاديا للبلد متعطله. هل ممكن يكون السبب فقط انه سوق الاسهم ارتفع ارتفاع قياسي قبل كم يوم؟ انت برايك المنطق يقول ليش اليوم الناس يعني ثقتهم ورضاهم عن ترامب اكثر مما كان عليه في الماضي؟ لأن هنا بالضبط هذه ظاهرة في علم السياسة يقول لك rally around the flag، إنه الشعب يؤازر العلم، هذه هي يمكن الترجمة الحرفية في وقت المصائب. مواطنين أي دولة يجتمعوا في محاولة إنه كمجموعة كاملة كشعب يحاولوا يساندوا الشخص أو الكيان هو الحكومة في محاولة السيطرة على أو إصلاح مشكلة كبيرة. تلاقي إنه الشعب الأمريكي مع إنه الحزبية متأصلة والقبلية الحزبية متأصلة بشكل أكبر، إلا أنه معظم الشعب الأمريكي مستعد إنه يتغاضى عن الحزبية في وجود هذه الكارثة. لوها في أيام بعد 9/11 نفس الحكاية، كان مين كان في الرئاسة؟ كان بوش، وما كان فاز حتى بالتصويت الشعبي كعدد، ولكن زي ترامب زي في ترامب بالضبط. لكن أعيد انتخابه، لأنه في الأخير عندك المبدأ الأمريكي يقول لك أصلا ما تغير الفارس أو راكب الحصان في السباق في نص السباق. بس شوف رغم كذا انا شوف اتفق معك 100% في هذا التناول، وانا اتبنى هذا الراي تماما. ولكن كمان يعني واحده من الامور اللي يعني بتبوظني زي ما يقولون، انه الشهر هذا او عفوا الاسبوع هذا اللي فات شهد قفزه خياليه. انت تشوف الشارت اتس انكريدبل، لان رايحه كذا بعدين طالعه كذا في معدلات او في ارقام واعداد طالبي دعم البطاله. شو بتتكلم انت عن افريج اوف يعني في حدود ما بين 200 و300 الف شهريا طالبين. البارح سجلت الارقام اللي نشرت البارح وقبل البارح سجلت 3.3 مليون. يقول لك هذه الارقام تلامس معدلاتها تلامس فتره الكساد العظيمه اللي كان في عشرينات القرن الماضي. سو هذا مؤشر خطير جدا على انه على ارض الواقع في مشكله كبيره. ورغم كذا يعني الناس ملاقيه وظيفه او ملاقيه عمل لاعتبارات الازمه اللي صايره، اللي اوفس اللي صايره في كل مكان، ولكن الناس لا زالت تصوت فيه. هل هذا يعطي انطباع انه الامريكان اليوم يعني عملوا او نحوا حزبيتهم وصاروا يعني ياملون بالمنقذ اكثر من اي شيء ثاني؟ طبعا بالضبط، لانه في الاخير هنا عندك انت حاله وهن وضعف على مستوى شعبي، right؟ لما انت ما عندك مواطن امريكي قبل كل هذا قبل ما يحصل يقول لك انه معظم الشعب الامريكي لا يملك 400 دولار لكي يصرفها على حاجه امرجنسي، خاصه لو احتاج لحادث صحي. فانت كشعب عندك مشكله
مشكلة الدخل، عندك الطبقة الوسطى في اضمحلال، وعندك الطبقة ذات الدخل الضعيف بتكبر بشكل ثاني. فالآن حتى الناس اللي عندهم عفة نفس وجلادة وصبر وإلى آخره، في الأخير أنت تقدر تعمل كده مع نفسك، لكن لما يكون عندك مسؤولية عائلة وأولاد وإلى آخره، في الأخير كل شهر بتجيك أنت الفواتير، لازم تدفعها لازم تدفعها. في الأخير لما كثير من الاقتصاد الأمريكي الآن يقف، العجلة الاقتصادية تقف، فأنت كيف حيكون عندك دخل؟ تحتاج حتى لو كان عندك عفة النفس وعندك الجلادة، لازم يكون في فرص، لأن هذه يقول لك the land of opportunities. إذا كانت في opportunity what can you do؟ إيش تقدر تسوي؟ لازم الحكومة، هذا هو الوقت اللي لازم تتدخل فيه الحكومة وتقوم بجسر أو وضع الجسر، إذا كان the gap بين السابق والوضع المستقبلي. هنا هذا هو. فالآن مش من ناحية إنه الحكومة بتعطي صدقات أو مساعدات، بمعنى مساعدات هي الآن بتقوم بمسؤوليتها. حتى هذه الأرقام حقت البطالة، البطالة هنا هذه ضمانات البطالة، لأن الأمريكي الموظف الأمريكي بيدفع كل شهر نسبة معينة لضمان إنه إذا فقد الوظيفة يقدر في الأخير. أنت ما بتعطيه حاجة من عندك، من جيبك كحكومة. هذه الإنسان حاطط من ضمن الإطار الفكري حقه ومسؤوليته بيعملها بأنه يحط فلوس، ولكن الآن فعلا البطالة على مستوى غير طبيعي. بس أنا خليني أسألك، أنا عارف أنا أبغى أسألك على أنت إيش رأيك في أسلوب ترامب؟ يعني أنا من كمشاهد وجدت أنه ترامب من ذاك الشخص اللي كان واقف ب خلينا نقول عن جهية، هي تتكلم مع من طرف خشمه، كل الناس اللي بينظر لهم لتحت بالفقية حقته، كأنه تواضع، ولا إيش رأيك أنت في بنشوفه أشكال مختلفة هذه الأيام؟ شوف، أنا أظن أنه الاختبار هذا اللي مر فيه ترامب حقيقة أثبت ترامب أنه يعرف يلعب اللعبة. يعني هو هيز ماستر في التلاعب في الجمهور. كان ناجح في هذا الأمر لما كان يعني سيلبرتي على التلفزيون، لما كان في مفاوضاته التجارية، كيف تمكن انه ينهض بعد اقتصاديا بعد ما افلس. يعني الرجل تحبه تكرهه لابد انك تعطيه له كريدت في انه يعرف كيف يتلاعب مع اللي قدامه، ان كان شعب او ان كان سياسيين، يعرف كيف يلوي الذراع، يعرف متى يرخي. سو طريقة تعامله اليوم انا اعتقد انه هو يعني في ازمة كورونا تحديدا كانت اول مرة يوضع هو كرئيس امام اختبار ما كان هو اللي وضعه فيه. يعني مثلا الصين، قضيته مع الصين كانت مختلقة، فهو لما عمل مشكلته مع الصين هي predicted من الأساس وتوقعها، لأنه هو اللي خلقها. مشكلة الجدار الحدودي مع المكسيك نفس الحكاية، it wasn't there. so هو لما قال أنا أبغى أعمل هذه القضية، إيش ردود الفعل المتوقعة؟ عمل الدراسة، عمل السيناريوز وحط إجابات. فكل القضايا الجدلية من لما جاء ترامب كان already هو اللي خالقها، جزء كبير من هو اللي خالقها، فهو عارف already كيف يتعامل معها، لأنه عامل already هو السيناريوهات. فيما يتعلق بكورونا، كورونا ما كانت من صناعته، يعني جت من حيث لا يعلم، وبالتالي طريقة تعامله أصبحت أقرب لتعامله المنطقي، لأنه أنت هنا الآن لا تملك المفاتيح تحريك القضية. اوكي، القضيه خرجت اوت اوف يور كنترول الان، فانت لابد انك انت اول حاجه، انا اعتقد كذا ترامب فكر، اول حاجه اعمل كل اللي تقدر تسويه بحيث انه السهام اللي تجيك من اطراف اخرى تقل، فتحد من
التبعات الجانبية، إن كان هجوم الإعلام، إن كان هجوم السياسيين، الخصوم، خليني أحيدهم على جنب. طب هذول كيف أحيدهم؟ أحيدهم من خلال أني ما أتعامل معهم بالطريقة اللي أساساً كانت تستفزهم، فظهر بطريقة أتليست، عشان كذا الأطراف كلهم صاروا يقولوا هي تشينجد ولا مش عارف إيش، فما كان الهجوم عليه بالقدر، فركز في المشكلة الحقيقية. مع توالي الوقت، لكن احنا نرجع نشوف انه ترامب رغم انه لغته هذب لغته ويعني بدا يتكلم بطريقه، لكنه يعني ابو طبيع ما غير طبيعه ولا ايش المثل اللي يقولون، لابد انه في الايام الاخيره بدينا نشوف انه لا زال يعني يحذف كلمه على صحفي هنا ويتكلم، يعني موجوده فيه، يعني هي ما يقدر، لكن اوفر اول اعتقد انه هو عرف يستخدم الاستراتيجية الصحيحة في التعامل مع القضية من الناحية الإعلامية ومن الناحية الجماهيرية وحتى على الناحية السياسية، لأن هو ما عمره أثنى على بيلوسي ولا على شومر ولا أوكي، في الأيام اللي سبقت التصويت كان يطلع بمسجات إيجابية أنه الجمهوريين والديمقراطيين يعملون جنبا إلى جنب و they're doing a good job وكذا. متى ترامب قال كلمة حلوة عن الديمقراطية؟ So أنا أتصور أنه هو he's a very intelligent strategist، عارف، وفي نفس الوقت he knows the right tactics، يعرف كيف يستخدم التكتيكات الصح في التعامل، وهذا إن دل على شيء، دل على أنه يعني حقيقة الجمهور بشكل عام مفتون فيه، إن كان يكرهه فهو مفتون في كرهه، واللي يحبه مفتون فيه يحبه، فهو عنده هذه الكاريزما أو هذه الطريقة في أنه how to manipulate الناس أمامهم، وتمكن إلى حد ما أعتقد الآن على الأقل أنه المصيبة كبيرة، لكن ردة فعل تجاهه ليست بذات الكبر، يعني قدر يقلل المخاطر عليه هو كإنديفيدوال، والدليل على ذلك الكلام اللي قلناه قبل شوية، أرقام الرضا، يعني ما في تفسير يمكن منطقي لها غير في ظل هذه الظروف. يعني هذه، فما أدري أنت what do you think about the same question، يعني نفس السؤال، إيش أنت إيش رأيك؟ لا أنا معك بالضبط، أنت وضعتها في قالب ممتاز هنا. خلي actually أنا عندي بالنسبة للي بيحصل في خلف الكواليس، يعني المعادلة كيف شكل المعادلة، أنت كيف تراها؟ يعني أنا أرى المعادلة بأنها هدف أوحد، هو إعادة انتخابه. إعادة انتخابه يتم عن طريق أولوية أولى، وهو أنه يظهر بأنه رئيس وأنه يسوي الأشياء المطلوبة خلال التحفيز الاقتصادي. عادياً بالنسبة له على ما يبدو اللي هو الجانب الصحي رافع يده عنها، خليهم هم يسووا اللي هو فاوتشي واوا إلى آخره، هو يبغى يجيبها فلوس، أوكي؟ في الأخير صوتوا. إيش المعادلة أنت اللي بتشوفها في فكر ترامب؟ والله أنا أعتقد إنه اليوم، والكلام يمكن قلناه قبل كذا، إنه ترامب واقع بين يعني جناحين، العلماء والأطباء والاقتصاديين. والعلماء والأطباء بخلاف الجانب العلمي نفسه اللي هو المختبري، هو ما يقدر يسوي شيء، يعني ما في قرار سياسي يقدر يأخذه يغير هذه المعادلة باستثناء إيجاد الدعم المالي المطلوب. يعني إذا قالوا نبغى فلوس حيعطيهم فلوس، فهو في النهاية الكرت اللي بيده اللي يقدر يستخدمه لإحداث أي تغيير إيجابي هو من خلال الفلوس، والفلوس ما تجي وما تروح إلا من خلال آلية معينة. الاقتصاديين من الطرف الآخر يقولون حنا عندنا يعني زي اللي يقول بالطريقة البسيطة، تبغى فلوس عشان تمول مشاريع الأدوية والعقارات والعقاقير وكذا، إذا لابد أن الاقتصاد يشتغل عشان نجيب فلوس عشان نحط فيها. هذه أقصد على المستوى البسيط جدا لو قارناها. لذلك هو بحكم رجل أعمال ويدير أمريكا بعقلية رجل أعمال، وبالتالي هو الجانب الاقتصادي عنده مهم، زي أتفق معك، لأنه هو التوكينج بوينت الرئيسي حقه في الانتخابات، جاء to make America great again بكل ما يعني هذا من معنى اقتصادي عسكري إلى آخره، وما يمكن أن يتحقق هذا الشيء ما لم يكن عنده اقتصاد قوي. فإذا انهار الاقتصاد
he lost يعني يفقد كل التوكينج بوينتس واليعني الشعارات الانتخابيه اللي هو بامكانه انه يرجع يبثها ثاني مره يقول انا عملت كذا وانا عملت كذا. هذا كمان اعتقد يعني مؤشر الى موضوع سوق الاسهم. يعني هو يتكلم احنا نعرف ان سوق الاسهم يعني على الارض الواقع ما هو ريفلكشن حقيقي عن قوه الاقتصاد، لانه سوق الاسهم مش بضروري يخلق يعني اعمال او وظائف او شيء من هالقبيل. يعني هو في النهايه الاغنياء يصبحون اكثر غنى والفقراء يحاولون يكونون اغنياء، فهي لعبه الاقليه، ها اغليه اللي عندهم فلوس. بس يا يعني اوفر اول يعني اشوف انه ترامب في هذا المساله يميل الى الاقتصاديين، لانه بالنسبه له الفلوس هي كل حاجه. في علاقاته الدولية كمان أول حاجة يتكلم فيها دائما أنه أخذنا من هذه الدولة في الصين مثلا قضية التبادل الاقتصادي، دول ثانية كم بعنا لهم سلاح، كم بعنا لهم منتجات. So هو it's all about the cash بالنسبة له. فأعتقد أنه الاقتصاديين والعقلية الاقتصادية في إدارته هي اللي تسيطر على قرار. يا yeah. بالنسبه للسوق الاسهم ارتفع هذا السبايك اللي قبل الفتره الاخيره، هذه على ما يبدو انها مؤقته. اكيد الاقتصاديين عندهم فكره كيف ايش المعطيات اللي تؤدي اليها، لكن عندك انت كفكره عامه انه سوق الاقتصاد سوق عاطفي الى حد كبير. قدموا حكايه انه بداوا يشوفوا انه في الاثنين تريليون هذه بتاخذ منحة أكثر عملية وأنه فعلا ممكن تتمرر على الاقتصاد، سوق الأسهم مش الاقتصاد، الاقتصاد من خلال فقط سوق الأسهم فعلا حصل له انتعاش، ولكن هذا الانتعاش مؤقت لأنه هذا رد فعل لحدث معين. لكن هذا الحدث الاثنين تريليون، 2 تريليون يعني كم من الاقتصاد الأمريكي لميزانية الدولة؟ 10% الاقتصاد الأمريكي. نعم. كم 25 تريليون دولار في السنة، هذا يعني كم 25 قدامها 12 صفر مليون. نعم. مليون المليون. نعم. فاثنين تريليون ما هو بهذاك القدر الكبير، لأنه كمبلغ مالي كبير جدا، لكن إيش يقدر يسوه بهذا المبلغ؟ يستك الإمباكت حقه على الاقتصاد. أيوة، في الأخير أنت بس بتعب، أنت بتحط بانديد، إيش يعني تحط بانديد على جاش كبير قديش كبره في الاقتصاد الكبير، وتحط لك أنت نصيق عليه. لا، الاقتصاد الأمريكي أكبر وعجلته صعبة، لأنك حتى إنها الآن في هذا الوضع ما وقفت تماما، العجلة ما زالت متماسكة في المستوى حقها قليل لكنها موجودة كعجلة. سوق الأسهم في تذبذب كبير، لكن إذا وصل لمرحلة إنه it crashes صعب على الاقتصاد يمشي، لأنه الفكرة الأساسية حقتها إنه في trickle down اللي يبغوا يسووه، اللي هو يبغوا ينقذوا الشركات الكبيرة، لأنك لما تنقذ الشركات الكبيرة يوظفوا الناس، والناس بالتالي يشتروا مستلزماتهم، فالاقتصاد يمشي بهذا. لكن انا مو اقتصادي، لكن trickle down economics has always produced حاجه واحده، مالتي مليونيرز يعني مليارديرات اكثر، وطبقه اقل من متوسطه اعرض في اللي هو يعني يوسعون الجاب بين الاغنياء والفقراء بحيث انه الطبقه الوسطى تقل. وطبعا هذه تعرف ان هذه من مؤشرات المجتمعات الضعيفه، لما الطبقه الوسطى تكون هي الاقليه. الهند نجحت اقتصاديا لانه احنا نتذكر احنا صغار، الهند كان دائما نظر لها انه دوله فقيره، رغم انها هي حقيقه ما هي دوله فقيره، لكن صار عندها اصلاحات اقتصاديه لدرجه انه اليوم اصبحت الطبقه الوسطى واسعه جدا. يعني في لا زال الفقراء، نتكلم عن شعب فيه مليار مواطن، لكن بالنسبة وتناسب مع الماضي نشوف أنه الطبقة الوسطى اتسعت في أمريكا. ربما مع هذه الأزمة الطبقة الوسطى والشرينك، يعني حيكونوا الأغنياء فوق يعني أكثر، يعني بدل ما يكون عندك مثلا 100 ملياردير حيكون عندك 1000 ملياردير،
ولكن حيكون عندك بدل ما يكون عندك 20% فقراء يكون عندك 60% منهم فقراء، والان بتوين هذه الطبقه الوسطى، وهذا طبعا مؤشر خطير لاي مجتمع. يا بالضبط، عندك حتى الان هذه ال 2 تريليون الحرب اللي كانت حصلت بين الديمقراطيين والجمهوريين في السنة في مجلس الشيوخ كان حول هذه النقطة الأساسية، ان الديمقراطيين يقول لك لازم انك انت تحط فيها فلوس للشعب، هذا الجمهوريين كانوا قدموا حزمة مساعدات خاصة للشركات الكبيرة، وفكرة trickle down اللي هو تعطي فلوس اللي فوق ينزل لك هي تحت للموظف الأخير. هذه فلسفة، هذه الفلسفة الجمهورية في الأساس، فلسفة ريغان من الأساس يعني. بالضبط من عهد ريغان، هي كانت أهم نقطة تحول هناك. وعندك الديمقراطيين طالبوا إنه يكون في تمديد الضمانات العطالة unemployment لحوالي 4 شهور، انها تزيد $600 في الاسبوع على ما اعتقد لعائله مكونه من 4 اشخاص، وان يكون في مساعدات مباشره للشعب الامريكي، يعني كل مواطن امريكي يفترض شيك ب 1000 ولا $2000. طبعا من ناحيه اقتصاديه هذه ما حد تؤدي الى تحفيز الاقتصاد، ولكن حد تعطي بحبوح او مجال هامش يعطي المواطن الأمريكي إنه يحاول إنه يعمل موازنة إلى حد ما ينتعش الاقتصاد. هل ممكن الاقتصاد إنه ينتعش مرة أخرى؟ بالطبع ممكن، أكيد ممكن، إذا كان في إدارة ذات رؤية بعيدة المدى، لأنه عندك أنت مشكلة أمريكا، عندك هذه 4 سنين اللي فيها الانتخابات الرئاسية تجعل الرئيس الشخص المسؤول عن الوطن ككل بيفكر في هذا في مارجن ضيق من الزمن، فما عندك هذه النظرة البعيدة، فعندك تسبب مشكلة كبيرة. ممكن أنت تنعش الاقتصاد الآن عشان في الأخير يعاد انتخابك، لكن في مو أكثر 6 7 سنين يعني فكرتك كرئيس. في نقطة كمان يمكن كان مفروض نتكلم فيها وقت ما حكينا عن التجاربات السياسية، وهذا سؤال دائما يطرح، إنه كمثال بيرني ساندرز في يعني أجندته السياسية بشكل عام دائما كان يتكلم إنه Medicare for All وضرورة التدخل الحكومي في ضمان التأمين أو الرعاية الصحية للمواطن الأمريكي، وطبعا الاتهامات من الجمهوريين له بانه هذا يعني تدخل الدوله في اداره امور مفترض ان تكون بيد القطاع الخاص عشان تستفيد شركات التامين والى اخره وشركات الادويه. كان المتوقع، وانا ذكرت هذا الشيء بس ما، وشفت كثير من المعلقين الاجانب اللي تكلموا عن هذا الموضوع وركبوا الموجه، بانه اللي كان يعرض اليوم بيرني ساندرز يعني يعتبر، خلينا نقول this is the time مع أزمة كورونا، خصوصا مع عجز القطاع الخاص في علاقته مع الحكومة أنه يقدم الحلول السريعة. أنت برأيك ليش فكرة التأمين أو الرعاية الصحية وفق الموديل حق بيرني ساندرز didn't pick up وما لقت تجاوب، خصوصا أنه في آخر انتخابات في الثلاثاء الكبير الثالث خسر كل الولايات قدام بايدن. So يعني the issue was there، كورونا كان موجود، أجندته مستمرة، الثلاثة ولايات أو الأربع ولايات اللي صوتت كلها صوتت البايدن في ذيك الفترة، موضوع كورونا، ليش ما قال أوكي والله maybe هذا الرجال عنده حلول لي، why is it not working for Bernie Sanders؟ هذا هو السؤال. هذا سؤال ممتاز جدا، هذا معقد بشكل يعني أديك فكرة سريعة بس. في الأتلانتيك كاتب اسم يونغ قال إنه الجيل الجديد اسمه جين سي لكورونا. فأنت دحين هذه نقطة تحول كبيرة جدا، مع النقطة تحول وجود تحديات كبيرة، صعب إنك أنت تيجي وتقول أوكي خلينا نغير السيستم كله. طبعا ما اعرف السيستم هذا حيكون فعلا مفيد انت بتقول
في الأخير لا، أنا أتعامل مع الوضع اللي أنا عليه وعارف إلى أي درجة ممكن يضرني وعارف إلى أي درجة ممكن يفيدني. لكن هذا نرجع اللي ذكرتها في البداية أنت، اللي هي مسألة اللي التغيير في وقت الأزمات، يعني قصدك أنه يعني أوكي بالضبط. بس عندك أنت شيء من ناحية سياسية مختلفة، القوى السياسية داخل الحزب الديمقراطي كان لها تأثير أكبر. So وضع ساندرز كان وقع ضحية للقوى السياسية اللي كانت تعتقد أنه في الانتخابات الجاية ساندرز ما عنده الشخصية أو المؤهلات أو 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 اللي يستطيع من خلالها أنه يفوز على ترامب. صانعي القرار في المؤسسة الديمقراطية رأوا أنه بايدن يعطيهم فرصة أكبر ترامب. So it's not about the issues الآن. مش القضية الآن مش عن المواضيع وعن الأجندة، هي عن الشخصية. الشخصية في الأخير. وهذه طبيعي، وهذه المشكلة إنه اليوم الانتخابات في أمريكا تغيرت من كونها انتخابات، أو العملية السياسية هي انتقلت من كونها عملية تسعى لخلق أنظمة إدارية وأنظمة عمل وتشريعات تخدم المواطن، إلى مسألة منافسة بين أشخاص في من يحكم ومن يحصل. يعني هذه كمان واحدة أعتقد من السقطات اللي يعني تغيرت الآن. هل هو ترامب هو انعكاس لها؟ هل هو اللي خلقها؟ I don't know. لأنه حتى لو رجعنا حنا تاريخيا نشوف مثلا أنه ريغن وصل من خلال كاريزمته، يعني رجل ما كان عنده خبرة، أوكي كان حاكم في 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 كاليفورنيا بس كان ممثل في الأسد، إيه كان ممثل اللي يقصد انه يمكن ما كان يعني حتى هو في المؤشرات الاولى في الانتخابات حقته التمهيديه ما كان محقق ذاك الشيء. لكن ابغى انتقل كمان للموضوع، كمان مؤشر خطير يبدو لي، او مؤشر anyway لشيء ما، الارقام مؤخرا بينت على انه في تزايد في معدلات شراء الأسلحة وشراء الذخيرة بعد الأزمة، وكمان وهذا الشيء اللي أنا أستغربه ما أدري علاقته في الموضوع، لكنه شراء واستخدام المروانة. طبعا احنا نعرف أنه في أمريكا مخدر المروانة في بعض الولايات ليجل، يعني قانوني وما هو مخالف، طبعا بعضها يعني تسمح فيه لدواعي طبية فقط كوسيلة معالجة، وبعض الولايات الأخرى تسمح فيه حتى ريكرييشنال أو للترفيه. فزيادة الأسلحة، بيع الأسلحة والذخائر والمروانة، أنت بحكم أنك عايش أنت سنوات طويلة في أمريكا وليد، كيف تقرأ هذا الخبر؟ هذا أعتقد رد فعل دائم لأي تحرك الشعب يشك فيه. أنت ما تعرف إيش اللي حيصير بكرة، right؟ فعندك تجد أشياء كثيرة تحصل، منها على psychological side of the equation، من ناحية سيكولوجية، تلاقي إنه إنسان قاعد في البيت يبدأ ينظف ويعمل ويعمل هوايات جديدة وإلى آخره. لما يكون النوع الثاني اللي هو إذا كان التحدي أو الخطر خارجي، كورونا فيروس ما تشوفه، لكن بالأخير إيش تسوي؟ تشتري كمامات، تشتري وايبس، وتغسل يدك وصابون ومسدس. بس ليش المسدس؟ yeah it's just لأنه واحد جزء من الثقافة الأمريكية، عندك أنت أفكار إنه أنت التعديل الدستوري الثاني يعطيك على اسم البرنامج حقك، التعديل الدستوري الثاني يضمن للمواطن الأمريكي تشكيل ميليشيا ميليشيات خارج يعني مو في إطار الحكومي، لا مجموعة من الناس يكونوا في أي مكان ويقول لك إحنا عندنا جيشنا الخاص. فأنت هذا كفكرة في المشرعين الأباء المؤسسين إنه إذا تطاولت الحكومة أيوة طالت الحكومة الفيدرالية
فيستطيع أنهم إنه يدافعوا عن نفسهم بالقوة. فأنت عندك هذا جزء من اللي يخلي الشعب الأمريكي عنده فكرة امتلاك السلاح، وامتلاك السلاح يعتبر شيء إنه إذا حدث حادث وصل الأمر إنه حيكون في تواجه عنف فيزيكال، فعندك أنت الأدوات اللي تحتاجها. إيش اللي ممكن يحصل الآن؟ اللي ممكن يحصل عندك أنت فكرة اللي هم الـ white supremacists كلهم في انتظار أو بيحاولوا إنه يوصلوا النظام الأمريكي أو الشعب الأمريكي إلى تحارب داخلي، صدام. صدام هذا كله مبثق من أيام زمان، من عندك أنت الشمال والجنوب لما تحاربوا، كان الحرب الأهلية والانقسام. الانقسام ما زال موجود، أنت عايش في ميريلاند على حدود واشنطن، وأنا على فيرجينيا على حدود واشنطن. أنا الآن في شارلوتسفيل في منتصف ولاية فيرجينيا. هنا ماشي جاي من واشنطن، هنا في عالم الجنوب. قديش كبروا هذول؟ في ناس يقول لك we will rise again. هذا على مستوى داخلي. في هذا الإطار أنت يعني لفت نظر للجزئية. هذا الكلام اللي أنت بتقوله وذكرت ال white supremacists وهذولي اللي هم اليمين المتطرف، هم في النهاية جزء رئيسي من القاعدة الانتخابية لترامب. يعني هذه الشريحة هم اليوم ما يصوتون، مستحيل يصوتون ديمقراطي. وداخل الحزب الجمهوري كذلك يشوفون دائما اللي هم المتطرفين، ونعرف انه احد رؤوس الحربة لهم هو ستيف بانون اللي كان الاستراتيجي الرئيسي لترامب. سو هذه الجماعة اليوم وعلاقتها كمان بأدبيات جماعات نظرية المؤامرة، يعني إن كان نتكلم مثلاً عن أظن غلان بيك، ولا نتكلم عن أليكس جونز اللي هم من زمان. يعني أنا أذكر أليكس جونز من 2009 و2008 أنا كنت أسمع يعني برنامجه. قضية السلاح وتخزين الأكل والمواجهة قادمة موجودة من وقتها، يعني تتكلم أنت من 13-14 سنة. سو هذه الشريحة مع تزايد مسألة السلاح، هل أنت تشوف أنه الآن الحكومة الفيدرالية قد تصل لمواجهة معهم، أو بالمقابل هل هم عندهم الآن التنظيم والرغبة بأنه يدخلوا في مواجهة، خصوصاً أنه بعض الولايات الحكومة الآن قاعدة تلمح أنها تنزل الحرس الوطني باعتبار أنها منطقة منكوبة أو أحكام عرفية تتطلب هذا الأمر؟ كيف أنت تشوف هذه العلاقة خلال الفترة الجاية؟ والله هذه إشكالية مخيفة. إذا تذكر في عام 95 تيموثي ماكفي فجر يا فوكوما 280 شخص، كان اعتقاد هذيك المجموعة وهي مجموعة صغيرة من هو وايت سوبريماسيس إنه هذه تشعل الشعلة اللي تضرم من نار التحارب أو المعارك الداخلية على هذا بين البيض اللي يعتقدوا نفسهم إنه هم ورثت أمريكا وإنه هذه أمريكا تبعهم. فعندك أنت هذا الزن زي أنت بتقول إنك بتسمعها من 13 سنة، هي عمرها ما توقفت، هذه دائما موجودة بشكل بس عشان وجود وسائل التواصل الاجتماعي صارت أسهل إنه المانيفستد يتعلموا من بعض. اكشلي كان خليه كانت مسكتها الاف بي اي قبل سنه ونص ولا سنتين، كانوا بيتعلموا من ايسس من قاعده داعش قاعده ياخذوا نفس التعبير. فعندك انت بيتعلموا بيعملوا اشياء جديده طول الوقت، من عندك من ويكو والحرب اللي حصلت في تكساس في مدينه ويكو، كوجود شخص بسلاحه يستطيع أن يقف standing their ground أجل موقفه أو أرضه وإلى آخره أو مبدأه. هنا ما زالت موجودة كثير من الناس اللي يعملوا القتل هذا، يروحوا على killing spree في المدارس في المسارح وإلى آخره. في المانيفستو حقهم يقولوا على أشياء لها دعوة بالعنصرية، يعني الوضع العنصري أو
التنشن العنصري في أمريكا عمره ما اختفى، وهو موجود تحت طبقة من ما يبدو أنها طبيعية ولكنها موجودة دائما. هل ممكن هذا تؤدي إلى، يعتمد هل هم مستعدين أو لا، هل هم منظمين أو لا. الـ FBI على أولياتهم الأولى هي المنظمات هذه على مستوى الداخلي، على مستوى الداخلي مو الإرهاب الخارجي. أوكي أوكي. طيب فيما يتعلق بموضوع المروانة، عشان نأخذها بشكل سريع، يعني هل هذا شيء يستدعي الضحك إنه الشعب يبغى ينسى، ولا what is the exactly، يعني ليش زاد شراء المروانة؟ الناس تبغى تسطل وتنسى الموضوع ولا إيش؟ أعتقد إنه شراء المروانة مأخوذ كجزئية، وشراء مروانة وشراء الكحولية. فأنت كل هذه نتفليكس مروانة كحوليات أنت تبعدك عن الواقع الجديد. جدا صعب على هروب، هروب بالضبط، هروب من الواقع، لأنه الآن بدأ الشعب يستسلم. إذا I don't know إذا أنت حد بدأت تلاحظ ولا لا، بدأت تلاحظ إنه الشعب الأمريكي بدأ يستسلم لواقع جديد. أنا اللي لاحظته في إنه لما نقول الشعب الأمريكي، طبعاً الشعب الأمريكي هي أطياف مختلفة، لكن واحدة من المعلومات اللي طلعت عليها مؤخراً هي كيف أعتقد النيويورك تايمز كانوا كاتبين بيس على الموضوع، كيف إنه الجاب في نظرة الديمقراطيين ونظرة الجمهوريين تجاه كورونا بدأت تضيق. يعني في بداية الأزمة الجمهوريين كانوا إلى حد ما جزء كبير منهم يتشككون من وجود هذا المرض أو من هذا الفيروس أو من حقيقته، بينما الديمقراطيين كانوا أكثر جدية. طبعا هذا له يعني ريفلكشن لواقع حقيقي تثبت الأرقام، اللي هو أنه الفيروس ظهر في البلو ستيتس خلينا نقول، أو في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية أكثر من ظهورها في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية. وطبعا هذه ترتكز على، وهذا الكلام اللي بقوله يعني based on يعني أرقام حقيقية وليست وجهة نظر، أنها في المدن، في الحواضر يعني المدنية، وتقل في الأرياف. وحنا نعرف تماماً أنه القاعدة الجمهورية الحقيقية هي في منطقة الأرياف ومنطقة خارج المناطق المدن الكبيرة. وطبعاً واحدة من الأسباب اللي أو واحدة من التبريرات اللي يعني مضحكة بس أنها موجودة في كل مكان، كيف أنه يقولون أنه لأنه الديمقراطيين يعني مجتمع متحرر وما عنده مشاكل وكذا، فيعني أخلاقيا غير منضبط، فالله بلا بهذا الموضوع، بينما المحافظين يعني ملتزمين ويخافون الله وبالتالي ما جاهم. ولكن يعني هذه بشكل عام، اليوم الشعب الأمريكي ديمقراطي وجمهوري إلى حد ما أصبح هذا همهم الحقيقي. سو ما أعتقد إنه الآن في ديفرنشيشن بين إنك تقول والله هل هو ديمقراطي لما نقول أمريكي. في قضية كورونا تحديدا الجميع أمريكي، يعني ما في الفروقات لم تعد يعني بارزة زي ما كانت في الماضي. عشان كده شايف أنت اللي هو البولينج حق ترامب أكثر من مسافة، إنه الديمقراطيين والجمهوريين بدأوا يشوفوا إنهم هم في نفس القالب، يعني هو يقول لك in the same boat، ما هو وقت واحد فيكم يتجدف والثاني يعمل حفرة. لا، دحين هذا الوقت كلنا نعمل نفس الشيء، وهدفنا الأساسي إنه ما ننقرض أو ما يصيبنا الوباء بشكل سيء. أو ما تعتقد هنا إنه كمان leaning political leanings اللي هو مثلا من ناحية الديمقراط leaning democrat ولا leaning republican والindependence في النص، اليوم بدوا يعني أقرب إلى إنه يشكلوا هم الفارق الحقيقي، لأنه الديمقراطي ديمقراطي والجمهوري جمهوري، يعني الإكستريم، يعني ما حيجي واحد الآن ديمقراطي عشان ترامب يروح يصوت مثلا جمهوري. هذه المكون اللي هم في النص، ما تشوف انه هم كمان
يعني they're making the difference في انه مشاركتهم اكثر في قضيه ابداء الراي والميل حول الرئيس. عندك انت تحول كبير زي ما بديت تشير له في قبل كذا سؤال، انه في تحول في المعادله السياسيه في امريكا، right؟ فعندك انت زمان كان يجي المرشح لكل الحزبين يحاول انه يكون في النص، بحيث انه ياخذ شويه من الديمقراطيين وياخذ شويه من الجمهوريين، ياخذ كل الشعب اللي في النص، اللي هو كان قاعده عريضه انه ممكن هذا زي محاولات بايدن يعني. يس، لكن هو المودريت يعني الى حد ما. ولكن ترامب هذا قاعدته وايت سوبريماسيست واحده، ايفانجيليكال هو مبشرين. الثانيه فعندك انت قاعد استطاع انه فكرته انه ياخذ هذه مجموعات صغيره لوحدها ما يقدر ينجح فيها، لكن مع بعض يجمعهم مع بعض اللي هم فعلا كلمه يمكن كلمه تطرف زياده عن اللزوم، بس واثقين من توجهاتهم ما يغيروها. انت لو تشوف معظم الجمهوريين يؤمنوا بحاجه واحده، انه بحاجات بعده حاجات، بس واحده من الاساسيات انه ما يبغى الحكومه تتدخل في حياتهم الشخصيه. يدفعوا ضرائب كبيره عشان الحكومه بتصرف على كل من هب ودب وعلى اشياء ما لها قيمه عندهم. نعم. انت الناشونال ديت، الدين العام، الدين العام وصل اكبر مستوى قبل ما يكون عندنا الكورونا في عهد الجمهوريين، لكن الجمهوريين ما زالوا الوايت سوبريماسيست والفانجيليك هذا تؤمن به، لانه هو بيقول لهم كلام وبيعمل حاجات ثانيه. لكن لما للصرف، معظم الصرف كان في ايش؟ في على العسكريه، الصناعه العسكريه او الجانب العسكري من التكوين الامريكي. ممتاز. عندهم جمهوريين قاعده قويه. عندك استطاع انه يلعب لانه هو فعلا تكرهه وتحبه، هو فعلا انسان ذكي في التعب براي الجماهير وكسبها. anyway وليد، كان فعلا اعتقد حوار جدا مثري، ويعني استفدت انا شخصيا كثير من يعني الاراء اللي انت ذكرتها، واتمنى ان شاء الله انه نكررها ثاني مره، وشكرا جزيلا مره ثانيه على انك شاركتنا في هذه الحلقه، ويعني we'll see you soon ان شاء الله. شكرا على كرمك، انا سعيد انه حصلت لي هذه الفرصه ان نتكلم بهذا المستوى. ثانك يو. الله يحييك، اهلا وسهلا وليد، مع السلامه.